هذا الشكل الجديد اللي أنت بديت فيه وسط جيل سابق كبير وجيل شاب موجود أساساً في مصر. أنت شلون شقيت طريقك؟ شلون قدرت تقنعهم بهذا الفن الجديد؟ في الأول لا طبعاً في الأول. أعطني البدايات. يعني أنا الألبوم الأولاني بتاعي ده مش عارف يعني الشركة المنتجة نزلت 6000 شريط في السوق. كان شرايط ما فيش سيدياس مش ألبوم نقول شرايط احنا. هنقول شرايط على اساس احنا في الثمانينات صح احنا في الشرايط لا في الشرايط دلوقتي. فنزلت اول البوم ده 6000 نسخه رجعوا 20000 رجعوا بالمضروب فانت رجعوا يعني الاصلي والمقلد الاصلي والمقلد رجعوا. كان شكل انت عارف الشكل بيحتاج وقت وما تمليش ما تزهقش. انا زهقت صدقني يعني قلت خلاص انا عملت تجربه واشوف بقى حياتي في الطيران. جم الشركة المنتجة دكتور هاني ثابت ودكتور المهندس كمال علماء هم يعني فكرهم open minded أو يعني متفتحين جدا. قالوا لي حمد احنا حميد احنا مشجعينك مش ماديا احنا بنعمل شكل غنائي وانت هتساعدنا فيها ولازم السكند شانس الفرصة التانية يعني واعطوني الفرصة التانية. كانت بقى وهنا ايه ايامك اول اغنية في حياتي هتسمع لك نسمع حتى منها كده اهو حتى منها وين ايامك وين يا غايب علي وين ايامك وين يا غايب علي قلبي عاش حزين والله عاش حزين في بعدك يا زين وين 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 ايامك. دي كانت اول اغنيه في حياتي كانت واعطوني الفرصه وكملت وربنا كرمني الحمد لله. كان لما الناس سمعتها يعني شلون تقبلتها اصدقها عطني انت الذكريات. انا قاعده اوديك الكواليس الذكريات والله العظيم ما كنت مصدق انا في كل العربيات عايز اوقف انا اللي بغنيها والله انا بغنيها عايز اوقف انا اللي بغني الاغنيه دي. كان عمري كام 21 سنه يا مني